صباح الخير. لا هدايا فرنسية ولا أوهام لبنانية، والأزمة عم بتدور بحلقة مفرغة. صورة بلد غارق بالتناقضات بين الحلو والمر. بصيفية ارتفع فيها صدى المهرجانات بالمناطق على إيقاع التوتر الأمني. بلد عم بيدور بين كواليس السياسة وطبخة البحث الرئاسية، وعايم على أطنان النفط الأسود واتفاقات تقسيم البلوكات بين الحليف وحليف الحليف. أما برا وجوا ففاحت رائحة الصفقات بالتلزيمات والنفايات والكهرباء وسدود المياه، ومنتطلع بحاضر بده دفشة قوية سو مستقبل أفضل. إلي صليبة بكر بالرحيل، والسنوات الـ75 ما كانت كافية لملء الفضاء الإعلامي بالفكر والثقافة بعيداً عن الثرثرة. صورة الإعلام الرصين يلي انطلقت من تلفزيون لبنان اكتملت بمسيرة طويلة عنوانها المتابعة، الإصرار وحرية الرأي، حتى لما اعتزل بصومعة الفكر والكتابة حمل ألمه جرأة الصوت بمواضيع لامست الإنسان. رحيل الإعلام إلي صليبة خسارة بزمن اختلط فيه الصمت بالضجيج. عفوا، بكنيسة مرن أولى بالأشرفية كان الوداع الأخير، وكل التفاصيل بهالتقرير. أكثر شيء بهمني من إلي هو جوزي وشريك حياتي وبي ولادي، وإلي كان إنسان مهم كتير، معطى حنون، ما بحب الظهور، ما بحب إنه من يعني ما بحب الأضواء، مع إنه كل حياته بالأضواء بس ما كان يحبها. خرجت أجيال من الإعلاميين والمفكرين والكتاب، أقفلت باكرا ولكنها أعطت حضور للفكر بلبنان والفلسفة والعمل التلفزيوني والإذاعي. ودع لبنان إلي صليبة، المراسل المذيع والمحرر، رجل بعدة رجالات، ومؤخرا الأديب اللي ترك أثار أدبية مهمة لحد ما أصبح حاضر بكلمته لو غادر إلى قلب الله بهجرة إلى الخلود. راح آدم الجديد يكتب، ها أنا أعود إلي من بعيد غابر، لابسا ظفر الحياة، أتسربل رداء الروح، أهبط من أعالي جبال النور، أشق قشرة ثمرة المعرفة، وأخرج مطرودا من فردوس السأم، مولودا من امرأتي حواء، هاجعا إلى خواء من جلدة بشرية. خسارة ما بتتعوض، يعني الإنسان بعيش بهالدنيا اللي ما شاف إلي صليبة ما شاف شيء. يعني نفقد رجل ليس كسائر الرجال تماما، له ميزات حقيقة نفتقد، وهذا بالإضافة إلى أنه رب أجيال. ما في يعبر الواحد بلسانه عن الشعور، حقيقة مؤسف كتير، مثل ما انك شايفه العالم كله عم حزنين، ونحن قرابته كمان بنوع خاص، لان له اسهم مثل ما قلت لك بنشر بانتشار الرابطه. اليوم اذا غاب بالجسد بس هو بالكلمه موجود، بتلاميذه موجود، بالحاله الاعلاميه اللي اشتغل عليها باكثر من مؤسسه. جاي اقدم تعازي مش بس باسم شخصي، انا جاي اقدم تعازي باستاذ إلي باسم دوله الرئيس سعد الحريري اللي كلفني اني اكون حاضر بهالمناسبه الاليمه،
وطبعا هو عم بيواسي العائلة وعم بيشارك بفقدان رجل كبير مثل إلي صليبي. مواهب برمت بكل الاتجاهات وما تعبت من العطاءات لآخر نفس بمشوار بلش بتلفزيون لبنان والمشرق وتنقل بمؤسسات كتيرة كصوت لبنان وإذاعة لبنان وقناة أوربت والمؤسسة اللبنانية للإرسال. أما آخر أعماله الأدبية نيوزدوم وحكم الشيطان الأرض وآدم السماء تبدأ من الأرض فبتأرخ فلسفة حياة خاصة بالراحل. غريبا في أرض الغرباء ها أنا عائد إلي من بعيد الزمان آدميا بين آدميين، لم أجد من يستقبلني، من ينتظرني، من اهتم لغيابي ومن لاحظ حضوري. في كل المجالات كان إلي الله يرحمه مبدع، وبعتقد إلي رحل وهو غير سعيد لأنه الظروف اللي عم بيمرق فيها، ومثل ما قال لي آخر مرة شفته وقت توقيع كتابه أنه هالظروف زادت من معاناته ومن قهره ومن عذابه النفسي طبعا. وبعتقد أنا هذا الذهاب المبكر مرتبط بهذا العذاب. قلبي عم بدق قد ما زعلانة ومقهورة. شو بدي أقول؟ بدي أقول الله يرحمه، زعلانين كتير، وإن شاء الله إن شاء الله أعماله تشوف النور مثل ما هو كان بده. أنا ماض لأنام، نم قرير العين يا ولدي، لأن عين الله عليك تسهر لتحميك وترعاك، وهي البصيرة والنصيرة لك في حضوري وغيابي. كاس الحرية حيث رحلت وتلك السيجارة فوق رح تحقق ثورتك وانتصارك على هزيمة الحياة فيك، على أمل أنه نصير شعب لنصير ثورة. أتمني على أعماله يلي بعد ما شافت النور وحملني مسؤولية كتير كبيرة، إن شاء الله أقدر حقق له إياها وأنشر له كل شيء ما كتبه. كل ما نحكي على التليفون أو نلتقى نصير نعمل كومبليمونات لبعضنا، وهو ضحك، اتذكر ضحكته الحلوة، ابتسامته، صوته ما بيجي واحد تاني مثله لألي على الإذاعة بهالصوت. رح ضلني اتذكره كتير لأنه بحبه كتير، ورح ضلني أحبه لحد ما نلتقى نرجع. نرجع منعز عائلته ومنعز الجسم الإعلامي وإن شاء الله تكون نفسه بالسماء. منتابع حلقتنا وضمن الحركة الثقافية اللي عم تبقى ناشطة بكافة المناطق اللبنانية، مننتقل إلى منطقة بتخناي إلى المتن الأعلى يلي شهدت على توقيع كتاب للكاتب والشاعر أنور أبو الحسن بحضور عدد من الأسماء الفنية والثقافية. تقرير. يشرب ويضحك ويدخن وكان الطقس حارا، ولكن أنعشنا أنور بمرحه وفرحه وبما تبقى في بتخناي من أكسجين في النسيم العليل. من قرية بتخناي بالمتن الأعلى لمع أسماء كبيرة بعالم الفن والأدب والشعر، والكاتب والشاعر أنور أبو الحسن هو علم من هالقرية يلي أحبها وعشق طبيعتها الجبلية، فكتب لها أشعار منثورة وجمع بكتاب عنوانه ظلال، تم توقيعه برابطة آل أبو الحسن وبحضور أصدقاء من أهل الثقافة والفن. هو كتاب صراحة مجموعة من الخواطر تتضمن يعني بعض المواضيع التي تقارب الفلسفة، ويتكلم عن كل الأمور من الحب للوطن للضيعة، يعني هو متنوع. اليوم هيدي الدعوة هي دعوة مليئة بالحب،
أنا جيت لهون لأنه أنور هو بكل كتبه الفلسفية والأدبية والشعرية بشر بالحب. يوم ينصرني عقرب الضعيف، يوم ينصرني عقرب الضعيف، ومرهون قلبي العمر أحسان، مش رجوازي جيل طال كيف كفي فقير ومرهون. برصيد الكاتب والشاعر أنور أبو الحسن ثلاث كتب، بدأ مشواره الأدبي بكتاب أول حول الفلسفي ثم انتقل إلى الشعر، والكتاب الأخير هو متنوع ومميز بقصائد شعرية تحكي عن الحب. اللي بيجمعني بأنور أبو الحسن هو فعلا الكلمة، الثقافة، إنسان مثقف، ذكرت في كلمتي أنه عنده تراكم ثقافي كبير وعنده مخزون من المفردات اللي ساعدته على تناول هالمواضيع الوجودية الفلسفية. الصدق أهم شيء، لأن ما في مزح، ما في لعب، ما في تكرار، هيك بتحسين متشبع بالتراب بالأرض بالصنوبر، أنه صادق جدا وفنان حقيقي يعني. نعم، لسنا إلا بغاراً على درب الحياة، ولا غير في أن نكون ظلا، لأن من ظل ظله على الأديم فلأنه يرنو بسمو إلى عين الشمس. الكتاب مرفق بصور التقطت من القرية وبتظهر جميل طبيعتها الخلابة. الصور اللي فيها هن صور نحن مصورين، والوالد دائما بيحب يضوي على الضيعة وعلى الحنين للضيعة وللعوائد القديمة، فيها شوي مشاعر حتى الصور، يعني جربنا شوي تكون قريبة للشعر اللي هو موجود بالكتاب. بحمل معي بالعاطفي بالحيف وبالكتاب أنور شايف التالي مع الوعي انتي وبعرس الصيف مليونك من البحر تمشي بغايم وكرز الصنوبر ظرفة تياري. حلقتنا متابعة معكم، وللحوامل بكوريا الجنوبية الأولوية بالجلوس والاسترخاء حتى لو بعز الزحمة. عم نحكي عن تقنية جديدة تعتمد على البلوتوث بوسائل النقل العام، والتفاصيل من تبعها سوا بهالتقرير. ضوء زهري أصبح كفيل بحل مشكلة الحوامل بإيجاد أماكن بوسائل النقل العامة. بكوريا الجنوبية طور مهندسين تقنيين أجهزة تعمل بالبلوتوث لحل مشكلة النساء الحوامل حول العالم بإيجاد مكان للجلوس داخل وسائل النقل العامة ساعة الذروة. الفكرة هي كناية عن جهازين بيتصلوا ببعض البعض عبر البلوتوث، يعطى للسيد الحامل أحد هالأجهزة بينما بيكون الآخر ثبت بجوار المقعد المخصص للحوامل، وبيتم رسم صورة سيدي حامل فوق الجهاز المثبت. لما بتقترب احدى الحوامل يلي بحوزتهم الجهاز الاخر بيلتقط اشارة عبر البلوتوث وبيقوم باضاءة نفسه باشارة للجالس على المقعد المخصص للحوامل بانه يقوم فورا لتجلس السيدة مكانه.